نتيجتي يعني الحمد لله يعني 3-0 فهي نتيجه مطمئنه الحمد لله. ف كيف ما قلتي باقي المباراه ديال الاياب في الكونغو فكنظن انها ما تكونش سهله، فيعني حاولنا نفرحوا في هذه المقابله لكن يعني ما بغيناش نفرحوا بزاف لان ربما باقي حتى حاجه ما تحسنات يعني 100%. فان شاء الله باقي لنا مباراه الاياب ان شاء الله باش نمشيو ان شاء الله على الاقل ها 3-0 تعطينا واحد الامتياز فنحاولوا ما امكن ان نحافظوا عليه. البطاقه الحمراء هو الحارس ديالهم كان يعني كان عنده شجار مع الـ مع الـ مع, الـ مع الحاكم، فانا كنت دايز يعني كيف تنقولوا عادي، فقال لي غادي تجيو عندنا الكونغو غادي نفعلوا لكم تركوا لكم يعني استفزني وانا ما هضرتش معاه. من بعد جا المهاجم وانا مع المدافع ديالهم كان جا باغي يضربني، فهذه كانت رده فعل ديالي. هذا الشيء حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.